هذا الشعار وهذه النشيدة الجميلة الله أكبر ها بحاولوا يشوهوها. هو محاولة تشويهها من أجل تشويه الإسلام نفسه. ولذلك وظيفتنا إحنا إيش؟ هذه الشعوب المستضعفة في العالم الغربي وغيره، ما هي شعوب مستضعفة لأنه مسيطر عليها ومسحورة بسحرها الإعلام والناس المسيطرين، وبقودوا هذه الشعوب بالملايين، بقودوها وين ما بدهم وين ما بدهم، وبوجهوها بطريقتهم. هذه شعوب، هذه شعوب بدأت تتفتح الآن، بيحاولوا مثلا يزيفوا مفهوم الله أكبر. لذلك أنا أرى أنه خصوصا الناس الموجودين في المجتمعات الغربية، المجتمعات الغربية جيد أنهم يشرحوا للناس شو معنى الله أكبر. هذه مثارة في العالم الغربي، الله أكبر وتعبير الله أكبر، وصار كل الغرب بيعرف الله أكبر. ممتاز، نشرح لهم شو معنات الله أكبر. هو المسيحي يعني، حتى المسيحي رح يرفض أنه الله أكبر؟ اليهودي بيرفض أنه الله أكبر؟ كل من يؤمن بالله رح يرفض الله أكبر؟ مش رح يرفضها. فمعناته أنت إلك دور كمسلم في أنه هذول الناس ما يفهموش المسألة إذا أنت متدثر ونايم ومش سائل في الموضوع، وبتترك الناس اللي تضلل والإعلام اللي يضلل. ما هو مين اللي يضلل؟ الناس اللي مسيطرة بأموالها وسلطتها على رقاب الشعوب وبتخدعها. وحتى بيقولوا ديمقراطيات، خذوا أمريكا لعبت كأنها لعبة تنس بين جمهوري وديمقراطي، جمهوري وديمقراطي، وأي ثالث بده يزق بينهم بروح بين الفيل والحمار. ما هم شعارهم الفيل والحمار، بروح بين الفيل والحمار، هل بده يزق الثالث؟ بطلع لهش إشي. حتى لو كانوا مصلحين وجايين بدهم يصلحوا في أمتهم، مش عم بيقدروا، مصاغة بطريقة مسيطرين هالثنين هذول بيلعبوا تنس، ديمقراطي وجمهوري، ديمقراطي وجمهوري، الفيل والحمار، تمام. واليوم على فكرة وسائل الاتصال ما عادش في سيطرة كاملة عليها. اليوم صار في الانترنت على فكرة، والوسائل الاتصال هذه المعاصرة، صار الملايين بيقدروا الآن يكون لهم دور في التوضيح لهذه الشعوب. هذه الشعوب جاهزة، هذه الشعوب جاهزة. ولذلك انتوا شفتوا في قضية المسلم اللي بعثوا المسلمين مشان يقابل رستم قبل معركة القادسية، قبل معركة القادسية، هذا لما بدأ يتكلم أمام رستم، بدأ يتكلم ربعي بن عامر يتكلم أمام رستم، بدوا الناس اللي حول رستم يتململوا. يعني كأنه ما عارفين، ما هم المظلومين وهم المسحوقين وهم فأنت اليوم الشعوب تستطيع أن تخاطبها وتكسبها، وجيد أن يكون المدخل يفهموهم إيش الله أكبر، إيش يعني إحنا المسلمين، إحنا لما نقول الله أكبر وين منقولها، في مواجهة مين، ومتى منقولها. هي دائما إحنا بنعتقد الله أكبر، ولا تقال إلا في وجه الظالم المتكبر أصلا، تقال في لما منقولها بالطريقة اللي بيفهموها هم، لازم يفهموا إنه في مواجهة الظالمين الله أكبر. أنت أصلا هذا بدل على أنه مسيرتك دائما من أجل الله، مش أنا اللي بدي أحكم الشعوب وأنهب مواردها، لا، كله من أجل أن يكون الله في نفوس الناس إيش أكبر، في نفوس البشر كلها أكبر، مش مشان أنا أكون أكبر أو الحزب الفلاني أو الدولة الفلانية. وبالتالي لاحظوا أنتوا هذا الشعار عند المسلمين قديش مهم. وأنا أتصور أنه لابد أنه دائما ندرس، والناس هم يدرسوا سواء الأطفال أو غيرهم، أو يعرفوا في الإسلام يبدأوا بشعار لا إله إلا الله، وشعار الله أكبر، محمد رسول الله، هاي القضايا الثلاثة، يفهموا الناس إيش المقصود فيها، يفهموا إيش المقصود فيها، وراح تشوفوا أكثر ما راح تحبوا الشعوب فعلا لا إله إلا الله والله أكبر، وفيش حدا بمانع، وفيش حدا بمانع ممن يؤمن بالإله والخالق. طيب، إذن يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر.